انفراجة في أزمة الوقود بدأت تظهر ملامحها في مدينة ترهونة، إذ تشهد محطات الوقود هذه الفترة وصول كميات كبيرة من الوقود إلى كافة المحطات التي شرعت في توزيعه بعد وصوله من المنطقة الشرقية. نكر في وقود من مسافة 1400 كيلو، والحمد لله الأمور طيبة، ومعنا الشعب الله غالب متضايق عليه، وشوفوا في بلادنا كيف تعاني من قصة الوقود. وبعد أن كانت المحطات تشهد ازدحاما كبيرا بسبب انقطاع الوقود، بدأت الأمور الآن في وضع أفضل، وفتحت الأبواب أمام المواطنين الذين ظلوا لفترات يعانون من هذه الأزمة. ساعة أربع أيام جد في الطابور، والحمد لله متيسر الأمور، نقص لا الحمد لله متيسر الأمور كلها 100%. والله يسر الجيش إن شاء الله يا رب العالمين. وصول الوقود إلى ترهونة أعطى دفعة قوية للمواطنين في أن يعيشوا حياتهم بعيدا عن الأزمات التي أثرت سلبا على معيشتهم اليومية.